السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا فيديو أمس في مسجد مريم في مزارع إصلابية أنه لا يوجد فيه إفطار صائم. تلقى أخوانكم في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الجهرة هذا الفيديو، فورا ذهبوا إلى المسجد من خلال فريق العمل التطوعي وكذلك لجنة العلاقات العامة، وفروا لهم بفضل الله سبحانه وتعالى 20 صحن، في كل صحن يجلس مثل ما أنتم شايفين 5 أشخاص راحي عليهم الصحن. تقريبا يفطر اليوم عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى 100 أو يزيد، وبإذن الله بكرة راح نزيد الكمية إلى 40 صحن بمعدل 200 صائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر المتبرعين والقائمين على هذا العمل، وجزاكم الله خير. حبينا يكون ردنا عملي من المسجد نفسه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله يكتب أجركم جميعا.